جبروته كده فين الزغاريد يا جماعه. الف مبروك، ربنا يتملكم بخير. الله يبارك فيك. نتعرف على حضرتك يا حاج ريحان خطاب، مركز اشمون، محافظه المنوفيه. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. قول لنا كده، احكي لنا كده النهارده وانت واقف في المطار طبعا بتوزع وتودع حبايبك كده. طبعا الحمد لله، قدمنا في قرعه الحجاج وربنا استجاب لنا، وما شاء الله يعني الواحد مبسوط جدا انه يزور بيت الله الحرام والرسول صلى الله عليه وسلم، ورحله ان شاء الله ربنا يتقبل منا الحج ان شاء الله. طالع مين معاك يا حاج ان شاء الله؟ طالع الحاجه المدام. زي ما حضراتكم شايفين كده كل الأحبة متجمعين على وداع أهلهم وأصحابهم. السيد الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني كان شدد على ضرورة إجراء كل التيسيرات لحجاج بيت الله الحرام. حجاج من محافظة المنوفية تاني النهاردة نتعرف فيكم. حاج إيه؟ حاج إبراهيم. قول لنا كده، دي أول مرة؟ قول لنا كده بقى عن احساسك وانت رايح الحج لاول مره. طاير. الله اكبر. الله اكبر. فرح. اي والله، ربنا يكتب المسلمين جميعا. ربنا يتقبل منك يا حبيبي، ربنا يتقبل. وحضرتك يا حاج راحه معانا ان شاء الله، ربنا يتقبل منك. ادعي لمصر يا حاج ان شاء الله، وادعي لاولادنا وشبابنا. شركه المينا بقياده المحاسب مجدي اسحاق عملت تجهيزاتها داخل جميع الصالات السفر لاستقبال الحجاج، لتوفير اي خدمات، حجر الصحي كذلك، عد كتيبات للحجاج للتوعيه بالامراض الفيروسيه والتعامل مع الشمس والتعامل مع اي طوارئ، كذلك الجهات الامنيه وضعت الحواجز الامنيه امام صالات السفر والوصول للتيسير على حجاج بيت الله الحرام. زي ما حضراتكم شايفين بدأ الحجاج يتوافدوا بشكل مكثف على الصالة الموسمية من محافظات المنوفية والغربية، وهم طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. الفريق عباس حلمي وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة السفر من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، وطبعا دوت لضمان انسيابية الرحلات وانتظامية الرحلات لجدة والمدينة المنورة اللي بتسير كده أجواء جميلة وأجواء روحانية عالية. الناس فرحانة في حالة بهجة. ربنا يكتب الحج لكل مستمعي ومشاهدي الوطن ولكل المصريين، ونتمنى لهم إقامة طيبة وسفر طيب وعودة حميدة بإذن الله. وكل عام وحضراتكم بخير.